أنا عندي ولد واحد وماني قدراني أحطه بمدرسة تانية تكلفني كثير لأنه مو معي لحتى لسجله يعني. رجعت المدرسة فوتير بتوجع بلا زيادة أقساط. ما قدرت دفعت لها شهرين شحط لي إياها عندي. كيف الناس عم تدبر حالها؟ وهلأ الزودة لوين؟ شو كان قال أمير الشعراء لو شاف البردوني كيف صار؟ جارة الوادي عم تبكي على النهر. مستوصفات غير شرعية وأدوية فالتة من الرقابة. القضاء رح يقول كلمته. مشروع أوتوستراد قصته مع مجلس الإنماء والإعمار قصة. وين التخطيط ومصالح الناس؟ سلسلة الرطب كسرت البلديات والدفع أول الشهر. وبالحلقة مين رح يشرف بالانتخابات وكيف؟ علم وخبر مع غادة عيد الأحد 10:15 مباشرة على الـ MTV.